بالقرآن الكريم. نستمتع الآن بهذه الآيات الطيبات فضيلة القارئ الشيخ سمير محمد العمدة، فليتفضل مشكورا. نسأل المولى تبارك وتعالى له التوفيق والقبول والسداد، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشهور عند الله 12 شهرا منها أربعة حرم
ذلك تقدير القيم
فلا تضره شيئا ولا تضره شيئا ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصره فقد إلا تنفروا يعذبهم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا ولا تضره شيئا ولا تضره شيئا على كل شيء قدير إلا تنصره فقد إلا تنصره فقد نصره إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إلا تنصره فقد نصره وجعل كلمة الذين كفروا السفلى
سفلاها كلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق ابن آدم باكيا والناس من حولك يضحكون سرورا فاعمل ليوم إذا هم بكوا تكن أنت فيه ضاحكا مسرورا. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا في رحاب هذه التلاوة الطيبة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ سمير محمد العمدة خادم القرآن الكريم والمقيم بقرية النوافعة مركز مدينة فاقوس محافظة الشرقية. تليت على مسامع حضراتكم من داخل قصر الضيافة والإنارة لأولاد أبو درويش بالغزالي على أحدث مقبرات السوق الحديثة وصاحبها عميد الصوتيات لجمهورية مصر العربية الحاج عبد الحكيم الرملي وأولاده بالغزالي معنى الخدمات الفندقية المتنقلة لتقديم واجب الضيافة تحت إدارة باشمهندس محمد أبو الهادي نعيم المقيم بالغزالي. الهندسة التصويرية المتميزة، وحدة البث المباشر على الهواء مباشرة عبر الشبكات العنكبوتية والأقمار الصناعية تحت إدارة باشمهندس أشرف العسوي المقيم بمركز مدينة الحسينية بمحافظة الشرقية. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، جميع عائلات غنيم وعائلات بكرش يتقدمون بخالص الشكر والتقدير لسيادة النائب امام منصور حسن منصور الذي شرفنا والذي سعدنا بحضوره هو الوفد المرافق له. الآن يستمد العطاء ونستمتع بهذه التلاوة الطيبة.